السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. غادي نتكلموا على موضوع اللي هو مهم اللي كاين واحد العدد كبير من المغاربة، هو موضوع التأشيرة السياحية ولا فيزا، يعني ديال السياحة ولا ديال الدراسة ولا ديال التجمع العائلي، يعني من جميع الأشكال ديالها والأنواع ديالها اللي كانت لقات واحد العرقلة كبيرة، وكان واحد الجزء منها كبير يعني توقف. السياحة ما كانتش يعني كانت وقفت في العالم كامل بسبب يعني الوباء اللي كنعرفوا، لكن كاين بعض الدول اللي كانت فتحات وكان بعض الدول اللي ما فتحتش للمغاربه والجزائريين، كاين اللي فتحات ودارت بعض الشروط. الان غادي نوضحوا الخوت واش الاشهر القادمه ولا الايام القادمه عند الحق المغاربه انهم يدفعوا الفيزا سياحه ولا فيزا دراسه ولا فيزا ديال التجمع العائلي ولا فيزا ديال يعني الصحيه، باش ان بنادم يعني يجي يكمل التداوي ديالو هنا في اوروبا وفي اسبانيا خاصه. اخوان، قبل ما ندخلوا نطرقوا لهذا الموضوع هذا اللي فيه اخبار يعني مفرحه ان شاء الله، وغادي نشرحوا واحد الامور اللي يعني كنلقاها في لي كومونتير بزاف، غادي نحاولوا ان نشرحها لكم في هذا الفيديو هذا. لكن الخوت قبل ما نبداو ان شاء الله، ما تبخلوش علينا باللايكات بالدعم ديالكم، الا كنتي اول مره كتشوف الفيديو ما تنساش انك تشترك وتفعل زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد ديال قناه مصطفى البارود. هذا الاخوان، كما كنعرفوا جميعا بان السياحة أو التأشيرة السياحية كانت توقفات ما بين المغرب والعالم عامة وما بين يعني الدول كاملة، لكن ملي بدأ التخفيف وخرج اللقاح وبدأ التخفيف ديال القيود، بدأت كترجع الرحلات شيئا فشيئا، بدأت كتعطى عدة تأشيرات لعدة دول. لكن كنا شفنا بأن فرنسا كانت خرجات وعطات واحد التحديدات بأن خصك تكون ملقح بواحد النوع ديال اللقاح، خصك تجيب السبب علاش انت باغي تهبط لفرنسا، خصك هذا، فكانت الإجراءات كتسمى معقدة وما كانش فيها واحد التيسير بالنسبة للمغاربة باش أنهم يعني يجيو يعني يديروا السياحة أو لا يجيو يعني الأغراض، حنا كنعرفوا كل واحد الله يسهل عليه يعني باش يجي لأوروبا. لكن اسبانيا هي كانت خرجات بواحد القرار ديال انها عطات تاشيرات ديال السياحه فقط للناس اللي كانت عندهم قبل في الوباء وما كانوش يتمكنوا باش يجيو، يعني الناس اللي كانوا او قبل حاصلين على 3 شهور زائد 3 شهور او 6 شهور فما فوق، هذوك هما اللي كانت حل لهم. لكن الان شفنا بان عده قنصليات في المغرب تابعه لاسبانيا فتحات للناس اللي اول مره غادي يدفعوا يعني التاشيره ديال السياحه لاسبانيا، فاول مره يعني ممكن الان انك تدفع في عده قنصليات. لكن الى حد الساعه مازال الامور ما ميسراش، حنا غادي نوضحوا لكم بان القرارات اللي غادي تجي ان شاء الله في الايام القادمه من بعد ما كتعرفوا بان المغرب عنده واحد الازمه دبلوماسيه مع اسبانيا اللي ان شاء الله الان راهم كيحلوا فيها، اللي الان كاين واحد الاجتماع سري ما بين البلدين الان راه كيتحل. يعني شفنا بان المغرب الملك عطى واحد الوقت كبير في الخطاب ديالو ديال العرش عطاه لاسبانيا وقال بان غادي يرجع العلاقه مع اسبانيا وغادي ترجع يعني تسمن على العسل. شفنا بان الحكومه الاسبانيه تاهي قالت لك بان غادي يرجعوا العلاقه تسمن على العسل، يعني كاين مبشرات بان ان شاء الله في الايام القادمه غادي ترجع الامور الى ما كانت عليه، بل بزاف ديال المحللين كياكدوا على ان غادي ترجع العلاقه افضل مما كانت عليه. يعني غادي ممكن نترقبوا ان شاء الله من بعد ما ترجع العلاقه الدبلوماسيه ما بين البلدين مزيانه، غادي نشوفوا بان القنصليات اللي كاينه في اسبانيا غادي يعطيو عده تاشيرات، غادي يعطيو بزاف. وهذا الامر هذا ماشي حبا في المغرب ولا حبا في المغاربه باش انهم يجيو يسيحوا هنا، بل حبا في الانتعاش الاقتصادي بالنسبه لاسبانيا. اذكر مره اخرى بان اسبانيا المعاش الاقتصادي ديالها او يعني الاقتصاد ديال اسبانيا الركيزه ديالو هو السياحه. فاش كنقولوا السياحه هي التاشيرات ديال السياحه اللي كتعطى للبلدان بحال المغرب بحال الجزائر وكذلك للدول اللي كيجيو بدون تاثيره مثل الاتحاد الاوروبي وامريكا والدول الاخرى. لكن خصكم تعرفوا بان اسبانيا تعتمد المدخول ديال الشعب ديالها وديال القوت اليومي ديالها هو السياحه، هو داك الضيوف اللي كيدخلوا لاسبانيا. خصكم تعرفوا بان اسبانيا كتدخل اكثر من 80 مليون سائح سنويا، يعني هذا كيعطينا واحد العدد كبير اللي المغرب لحد الان مازال كيحلم ب 10 مليون انه يدخلها، 10 مليون سائح يدخلها في السنه. اسبانيا كتدخل 80 مليون وهي الاولى في السياحه في اوروبا يعني بالعدد. خصكم تعرفوا بان الشعب الاسباني يقدر تقريبا ب 43، يعني الا قلنا 8 مليون يعني الدوبل ديال الشعب كامل كيدخل سياحه لاسبانيا، معروفه هي بالمنتجعات السياحيه ديالها بالمناظر بالجو ديالها الخلاب الى اخره. فان شاء الله في الايام القادمه من بعد ما غادي تحل الحاجز الوحيد
ما بين المغرب واسبانيا اللي هو حاجز ديال الازمه الدبلوماسيه، لان الازمه الصحيه الان ما بقاتش. شفنا بان بريطانيا غادي ترفع جميع القيود، اللي بغى يدخل بريطانيا يدخل سياحه، كل شيء رجعت الحياه الطبيعيه. الدنمارك رجعت الحياه الطبيعيه كانها يعني كتعيش دابا في 2018، رجعت الى ما قبل الوباء. يعني بزاف ديال الدول ملي مشاو مزيان في اللقاح فوفوا بالعهد ديالهم ورجعوا يعني الى الحياه الطبيعيه. اسبانيا كذلك هي الخوت، يعني فاتت 70% وفاتت المناعه الجماعيه. وزاره الصحه خرجت أكدت بأن حتى هي تستعد لعودة الحياة الطبيعية هنا في إسبانيا، وعودة عفوا وعودة يعني الاقتصاد او لعودة السياحة وعودة الانتعاش الاقتصادي هنا في إسبانيا. ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز كان خرج وكان شحال هذا يعني في واحد الخطاب يعني قبل أسابيع، كان خرج ورحب بالسياح وقال لهم مرحبا بكم في بلدكم الثاني إسبانيا، دخلوا مؤمنين بأن إسبانيا راه الآن آمنة. إذا هذا كيأكد على أن التأشيرات ديال السياحة ما غاديش يبقى في هذاك العراقيل اللي كنشهدوها الآن، واللي كنشوف بزاف ديال الإخوان كيكتبوا لنا في الكومنتير أنا راه كسوليا في هذه أنا هذه. وبحكم أنا كنت يعني كنتكلف بتسجيل ديال الطلبه وكنتابع مع الطلبه يعني اللي باغيين يكملوا الدراسه ديالهم هنا في اسبانيا، فكان واحد القبول ولكن ماشي كما قبل من الوباء. قبل من الوباء كانت واحد النسبه كبيره ديال القبول، اللي كيتقبلوا في الكرادو سوبيرور، اللي كيتقبلوا في دراسه اللغه، كانوا كيعطيو يعني التاشيره ديال الطلبه باش يجيو. علاش؟ راه كنقول لكم الخطره ليس حبا، بل هو يعني نظره اقتصاديه لذاك السياح. ذاك الملف ديال الفيزا انت اللي كتدفعو، راه سوا ترفضتي ولا تقبلتي راه اسبانيا رابحه، فهي باغا تدخل في ذاك المجال عاوتاني، لان كل واحد مش كيحط الدوسي. راه واخا ترفض انت حاط الدوسي تقريبا كتخلص يعني شي 900 درهم وهذا والوراق وهذا. المهم اسبانيا كتاخد من عند كل واحد تقريبا 1000 درهم غير يحط الدوسي، اما الا عطاتك سنات لك باش انك تجي راه كتجي معاك واحد 2 مليون ولا 3. كل اللي كيجي يدير السياحه بواحد 5 المليون، كل اللي كيجي يدير الدراسه ديالو كطلع عليه بشي 8 المليون. كل واحد وكيفاش، يعني كل واحد وكيفاش، يعني كنظر لك من النظره الاقتصاديه. اذا فكاين شي وحدين يعني شفتهم كيقولوا كيخلعوا في الناس بان صافي نساو السياحه في اسبانيا، اسبانيا ما بقاتش باغا المغاربه لحتاش كياخذوا الفيزا وكيهبطوا كيجلسوا تما. هذه طا 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 بزاف ديال التخربيق لا اساس له من الصحه. وزاره السياحه كانت قبل، كانت خرجات في واحد التصريح ديالها كان واعر، كترحب وكتقول بان اسبانيا اليوم في حاجه ماسه لأي واحد من دولة أخرى يجي يدير السياحة فيها. أي واحد بغي يجي يزور إسبانيا، إسبانيا اقتصاديا في حاجة ماسة إليه. إذا هذا إلا أكد على شي حاجة، كيأكد على أن القوت اليومي، وهذا كتأكدوا يعني أمور اقتصادية، القوت اليومي ديال إسبانيا هو السياحة، هو يعني ذاك الملف اللي أنت اللي غادي تمشي تحط، سواء كنت مغربي جزائري سواء شكون ما كنتي، مادام أنت جايب شكارتك وكتبين للقنصلية بأن عندك شكيكيرة باش تجي لأوروبا، فهما بالنسبة لهم كينظروا لك على أساس العملة على حسب الفلوس، فغادي تكون إن شاء الله. إذا الخبر اللي بغيت نبشركم به هو إن شاء الله في الأيام القادمة بعد ما الحكومة الإسبانية غادي تهبط المغرب بعد ما تشكل الحكومه يعني ديال المغرب اللي كيشكلها الان عجز اخنوش، بعد ما تشكل غادي يهبط يعني بيدرو سانشيز مع الحكومه ديالو، غادي ترجع العلاقه الدبلوماسيه ما بين المغرب واسبانيا، غادي يتخذ القرار ديال عوده الرحلات البحريه وفتح الحدود البحريه والبريه يعني ما بين اسبانيا والمغرب. يعني غادي ينوض داك الرواج اللي كان، يعني الرواج الاقتصادي اللي كان ديال الجاليه ديال السياح ديال الداخل والخارج. انا داك القنصليات غادي يشدوا ستيلو وغادي يبقاو غير يعطيو، وغادي تجي اوامر من هنا من اسبانيا لاعطاء يعني تاشيرات السياحه. علاش؟ لان اسبانيا في حاجه ماسه لاي درهم يدخل لها الان الاقتصاد، لاي درهم يدخل. فاسبانيا راك كتعرفوا كانت دارت واحد العجز كبير في ايامات ديال كورونا، فهي الان باغا تجاوز. كما قلت لكم الخوت بان اسبانيا يعني كان عندها واحد العجز كبير في الاقتصاد ديالها، وكانت يعني عوضات يعني المواطنين ديالها، وكانوا جلسوا لها على الخدمه في ايامات الوباء وكتخلصهم هما جالسين، يعني استنزفات داك الاقتصاد ديالها، داكشي اللي كانت جامعه صافي حطاته للشعب كامل. فالان دابا خصها دير واحد كما كنقولوا يعني تستدرك الاقتصاد ديالها وتعاود انها تكونه. اذا باش انها تعاود تكونه وما نبنيش الاقتصاد الاسباني، ما نبنيش على الصناعه باش انهم ينوضوا يصنعوا ولا هذا، نبني على السياحه. فالامر الوحيد اللي غادي يكون هو انهم غادي يبقاو يعطيو يعني التاشيرات ديال السياحه فقط. الخط اللي كنعاود نذكركم به هو ان مش غير فاش تسمعوا راه غادي يعطيو يعني واحد يجيب دوسي خاوي ويدفعوا، لا، الدواسل اللي خصهم يدفعوا تكون مدروسه، تكون يعني فيها الامر ديال الفلوس يعني ديال الترويج للحساب البنكي، خصو هذاك مهم، هذاك القنصليه كتنظر ليه هو الاول
عاد كتشوف السبب علاش، ولكن كتشوف الامر الاقتصادي ديال الوراق ديال البنكه شحال هذا عنده في البنكه، شحال عنده، واش الخدمه، واش مروج. يعني درسوا الدوسيوات ديالكم مزيان عاد دفعوها. الاخوه اللي كيسولوني على التاشيره ديال التجمع العائلي، التاشيره ديال التجمع العائلي عمرها تقطعت، يعني تقطعت تقريبا واحد الشهرين فاش كان داك السدان في الاول، اما من بعد طلقات، وكانوا يعني في ايامات كورونا التجمع العائلي كان، لان التجمع العائلي رغم انه كان قل يعني نقصوا منه شويه، لكن راه كان ديال الدراسه قلوا منه ماشي كما قبل، ولكن كان. فقط السياحه هي اللي كانت فيها يعني واحد الشروط التعزيزيه، لكن ان شاء الله في الايام القادمه ما غاديش تبقى، وهذه البشره اللي يعني جيت انا نوضحها لكم. اذا الاخوان اكتفوا بهذا القدر، كما شفتوا الظلام صافي، راه يعني العشيه دابا، ومع الجو ديال الشتاء، الجو ديال الشتاء هنا في سيبيا، داكشي علاش كاين الغمام، يعني الظلام طاح بكري شويه. اذا الاخوان اكتفوا بهذا القدر، نتمنى نكونوا يعني وضحنا لكم هذا الامر. الا كان شي سؤال شي حاجه خليوه ليا في الكومونتير، راه كنجاوب كل شيء، وكنشوف ان شاء الله كل شيء ونجاوبكم اخوتي. ولكن كذلك انتم ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم، اللايكات. الا انت استفدت من الفيديو فما فيها باس انك تورك على لايك وتبارطاجي مع اخوتك ولا في الجروبات باش انها توصل المعلومه للجميع. اذا الاخوان اكتفوا بهذا القدر، الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر وتوضيح اخر. مع السلامه، كان معكم اخوكم مصطفى البارودي، الى اللقاء. Thank you.